السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودة مرة أخرى مع لعبة فارمينج سيموليتر 19. راح نستكمل حقيقة موضوع البداية، الحلقتين اللي مضوا عن شرح بعض الأمور المهمة في اللعبة. مثل ما أنتم شايفين، خلاص تم الحصاد وتمت العناية يعني بالحقول، والحقول كانت أصابها ويد وأصابها بعض الأمور. حقلين من الحقول زرعتهم الصويا اللي هي الصويا بينز، وإن شاء الله ننتظر الحصاد ونشوف الصويا بينز وش راح يكون فيها. في حاجة مهمة، لما تكون خلاص عندنا كونتراكت، طبعا عندنا عقد أجار أخذت عن بعض الأعمال في عمل عندنا في حقل، أتوقع في حقل ثلاثة. روح رجع المعدة حقتنا، بسم الله. خلاص العمل انتهى، نضغط اكس عشان نرفع الأذرعة، نشوف أقرب طريق لنا للمنطقة حقتنا. أتوقع هذا أقرب طريق. لا لا، هذا بعيد مرة. لا لا، نطلع من هنا. لا من هنا لا، نقدر نطلع من هنا. أوكي، نشوف إذا في على طريقنا عقد ويدينج. لا، هذا هارفستينج. وش يبغى؟ هارفستينج ذا ويت ان ذا فيلد 11. هذا ويدينج، هذا ويدينج ب 1900، فيلد رقم 6. على الله قريب يعني، لا بعيد والله. فيلد رقم 6 هذا متى يخلص يا اخي؟ وبكم بيعطيني؟ 1900 ما تسوى علينا والله. لكن الويد يعني سريع، اتمنى انه يكون خلاص. ودنا نقبل العقد هذا، راح نقبله، نسوي له سبيس اكسبت. واحيانا اذا انت ما عندك معدات، تقدر المعدات اللي ظاهرة عندك هذه موجودة عندي اساسا، ليش انا اروح اخذ الكلام ذا؟ تقدر يعني تستاجر معدات وتروح تشتغل. على العموم انا راح اقبل وراح اطلع على نفس الفيلد رقم 6 على طول. نشوف المخطط. اوكي، نلف يمين. بس انا خلاص قبلت يعني، اقدر اكنسل يعني، ما هو الموضوع يعني قبلت ولا ما قبلت. نزل الاذرعة وبعدين نقول هاير. خلاص ما اكلف واحد يقوم بالعمل، خلاص هو راح يقوم بالعمل. لما يخلص راح نرجع ونشيله، نرجع إلى المزرعة ونشوف إيش الوضع هناك. كذا الزرع، اللي ما يعرف إذا ما في خبرة، الظاهر هذا جاهز للحصاد برا يعني، ما يسرع ماخذ. الرش دائما، فيرتلايز على الحشرات دائما يكون بداية الموسم، يعني بداية الزرع، مش الموسم، بداية الزرع، مش نهايته. يعني أنا جاي في خلاص على النهاية، كلفنا الكثير الدخول على الحقل والرش. يوه، راح اخسر كثير. هاير امبلوي او هاير وركر اللي يقوم بالشغل. بس باقي شوي ان شاء الله يخلص. حقل كبير عملاق. وش الكنترا كم بيعطينا؟
صراحة حاجة ما تسوى يعني. 1900 هذا فيرتلايزر بيعطي له 3700 والحقل صغير يعني ما هو كبير. هذا 15000، يا الله. هارفست ويت ان فيلد 11 اند تيك ذا برودكت تو رانش. يا وينه 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 هذا حقل 11. اوف والله يا هبليه، هم اكبر حقلين تقريبا. الثمانية هذا عملاق، بعدين يجي حقل 11، حقل 4 و5، هذول حقول عملاقة. شوف يا جماعة الخير، أنا أقدر أخذ الحقل وأستأجر المعدات، راح أحصل المعدات اللي هم محتاجينها. شوف طبعا أضخم حصادة مع أضخم معدات، مرة مرة يعني معدات ضخمة بيعطيناها. وهذا يبغى زراعة في حقل 4. نشوف حقل 4 وهنا. أوه والله كل الحقول يعني هذه حقول صحيح، يبغى لها شغل يوم يومين. وين أخلص؟ أخلص؟ لا ما أخلص، توقع على النهاية. والله غريبة أمورهم صراحة. حقول أرباب، شوف ملاك حقول عملاقة ما يملكون معدات يشتغلون فيها، خلاص يستأجر ويفك حاله. وانت يا المستأجر اللي رحت تاخذ لك معدات تجي تشتغل وتتعب وتدفع مصاريف حق الويركرز، وفي النهاية بيخصمون عليك مبلغ المعدات وبيخصمون عليك أشياء. يعني زي العقد هذا ما أعتقد أنه صحيح، مش صحيح. هذا ال15 هو حاط لك 3 معدات فقط، وهذا الكلام ما هو صحيح، لأن أنت محتاج حاجة تنقل، يعني حاجة فيها نقل. لو سوي له بارو بيعطيني، لكن ما راح يقبل مني الآن. خله نتركه أفضل. نشوف بعد ما نخلص العقد اللي الآن احنا شغالين عليه ونستلم قروش، احتمال آخذه. والله كتجربة أنا أبغى أجرب كل حاجة. خلاص انتهى، خلاص انتهى. راح نكمل الحقل الثاني. لسه ما عندنا حقول، حقولنا صغيرة مرة. توكل على الله، روح خلص الحقل هذاك. الحقل ذاك أكبر شوي، أكبر من هذا. خلاص هايرنج وركر، خله يشتغل. هذا خلاص قريب يخلص، قريب ينتهي. ايش معي؟ روح معي. خلاص قلوجت اللعبة شوي، علمت. اوه المفروض يوديني يا اخي، ايش الحركات هذه؟ شوف اللي هناك، خلاص انتهى شكله. لا باقي تقريبا، يروح يرجع مرة ثانية. خلاص خلاص تقريبا. ايش بلاها؟ واقف واقف ولا شغال؟ شغال. خلاص هذا انتهى. راح اجازف باخذ العقد حقل 11 وبشوف ان شاء الله ننجح فيه. خلاص هذا انتهى، نرفع الاذرعه.
يطلع سيدا بعدين يسار بعدين يمين. طيب نروح للعقود ونقول يا عقد خلاص، نسوي نضغط سبيس على اساس ناخذ القروش حقتنا. اوكي جينا عقد 15، في عند ناخذ رقم، لحظة باخذ رقم 11، لكن رقم 11 راح يقفل علينا كل العقود خلاص، يبغى لنا يومين ثلاثة ما ناخذ عقود. نقول ما نقول اكسبت، نقول بارو ايتمز، راح ناخذ من عندهم، راح نستأجر من الشوب المعدات هذه ونبتدي نشتغل. بسم الله خلاص توكل على الله، راح نروح الى الشوب. طبعا طريقنا صح صح ان شاء الله. بسم الله والله هو فيلد عملاق، لكن هذا ايش نسوي، بروح للشب وبشوف اذا كان عندي حاجة انا مستاجرها من المعدات يعني ما لها داعي، خلاص مفروض نرجعها. الحصادة حقتنا تشتغل، في عندي جهاز ناخذ ايجار والله ما ادري في عندي، لا حق الكالكوليتر كالكوليتر. نروح للشاب الان وناخذ المعدتين اوريدي يعني موجودات. يو قايل لكم والله انها كارثه، قسم بالله ان يحطوا لك في العقد بيعطونك حاجتين. وشوف شوف 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 عدة فخمة ضخمة ضخمة مش حي الله. ايوه ايش بك؟ طيب ما نقدر نروح المزرعة بالطريقة دي، لازم نركب على العربية هذه او ما ادري وش شكلها. يمكن راح اجرب، وبنشوف. بسم الله ان شاء الله ما كذا يعند معانا. والله رميته رمي كذا، هل هو صحيح ولا لا؟ ما ادري، هل بتمشي الشغلة ولا ما تمشي؟ نطلع يسار بعدين نمسك طريقنا. وين الحقل؟ وين بدايته وين نهايته؟ ايه خلاص وصلنا وصلنا وصلنا. نفك. على الله ان شاء الله الامور تمشي كويس. اوكي. اسحب. شغل. شغلها. كذا مش مزبوط. افتح ال بسم الله. يلا نتوكل على الله خلاص.
نشوف ايش عندهم يعني في العقد بالضبط ايش كاتبين. and take product to ranch. اوكي شكرا لك يا شايبنا. راح اجيب جيب العربات. والله عندنا هنا في توقف يعني عمل. نروح شغلنا وبعدين نرجع. نفضي هذه. خلاص نفرغها من الحبوب اللي فيها. بسم الله. نطلع على ما احتاج انا اثنين، لكن ما ادري شو المقصد يعني. هل الويركر اذا وقفنا له وحده بيروح هو بنفسه يعبي؟ كويس اذا بيعبي بنفسه كويس. اتوقع بكذا يعني الشغل راح يطول ونحتاج الى وقت طويل يعني، ما اقول ايام لكن ما ادري ما ندري يعني بالضبط كم، وان شاء الله ما يطولون. ما زلنا يعني ما شاء الله الحصادة هذه معدة ضخمة جدا وخلصت لنا يعني العمل يعني خلال ليلة واحدة، يعني بتخلص العمل الآن أتوقع. أوكي السواق موجود كويس، فشيء شيء جميل شيء عظيم حقيقة، عمل جبار يعني قاموا فيه في العقد هذا، وأتمنى يكون إن شاء الله الدخل اللي راح يجيني ينفع. أبى أشوف كم راح يخصمون علي. على طول راح أوديه إلى الرنش. جاتني فكرة لما بديت أطالع المزرعة اللي أنا فيها غير مجدية صراحة، غير مجدية يعني نفعا بالدخل، وقاعد أفكر إني أبيعها ويعني وأشتري مزرعة ثانية، لكن المزرعة الثانية راح تحتاج إلى منزل وتحتاج إلى سيلو اللي هو خلاص 87% من العمل تم إنجازه، تحتاج إلى اللي هي مخزن الحبوب هذا أقل شيء يعني، ما راح أحط غير المنزل ومخزن الحبوب. المعدات عندي موجودة، راح لازم نسوي الطريقة هذه علشان ما نخلي المعدة الكبيرة توقف عن الحصاد. يركب معاه يجي كويس كويس خلاص شكلنا احنا بنكمله بدل ما نوظف واحد يكمل لنا الشغل، احنا نكمله ان شاء الله. واخيرا خلاص انتهينا من الحصاد بالكامل الحمد لله. خلاص نشوف الان ناخذ السيارة هذه ونشيل الكمية اللي موجودة
خلصناه في وقت قياسي الحمد لله. يعني خلاص انتهى، انزل. لكن انا بعرف ايش فينشت، ما ادري والله وش يقصدون فينشت. ليه 12 العقد قيمته؟ ايه خلاص انتهى العقد قيمته 15239، اخصموا قيمة المعدات يعني تقريبا. الليس كوست اللي هي الاجار، استئجار ب 2400، اللي بقى لنا 12000. اوكي شقد هنا فيلد 8، اوفو فيلد 8 يا كبرى، فيرتلايز فيلد 8 with any type of fertilizer liquids sulide. يا 28 عاد فيلد 8 من اكبر داهية الدواهي. والله راح، انا بالنسبة لي راح اشوف ايش الوضع، ايش اللي راح يصير، وان شاء الله على خير باذن الله. الان على العموم نختم في هذا الوقت حقيقة، وكنا استمتعنا في حلقة جدا جميلة، وانجزنا بعض الاعمال، بعض الاشياء اللي كان من الممكن ننجزها. واتمنى اعجبتكم هذه الحلقة واستمتعتم معاي فيها. لا تنسونا من اللايك اذا اعجبتكم، واللي ما اشترك وحاب يشترك معانا فاهلا وسهلا يشترك معانا ويفعل زر التنبيه علشان يتابع معانا بعض السلسلة هذه او اي سلسلة ثانية راح ندخل فيها. وشكرا لكم ومع السلامة.